أيضا في دير البلح عبد الله مقداد طلب بإخلاء المستشفى الأوروبي جيش الاحتلال يهدد بقصف المستشفى، حركة نزوح كذلك في خان يونس. ما الذي لمسته عبد الله من الذين تحدثت معهم من حاول النزوح وصل لعله إلى دير البلح؟ ونحن نعلم بأن أماكن النزوح أو الأماكن الذي ينزح إليها الفلسطينيون في غزة أصبحت شحيحة إن لم تكن معدومة. عبد الله، ما هو المشهد لديك؟ محمد، يعني حتى هذه اللحظة لا زالت الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين اضطروا لمغادرة المنطقة الشرقية لخان يونس صعبة جدا. جزء كبير منهم يعيش في أمضى ليلته الماضية في الشارع، والجزء الآخر لا زال يبحث حتى هذه اللحظة عن مكان يمكن أن يؤوي إليه أو يقيم فيه خيمة تؤويه حتى انتهاء هذه العمليات العسكرية في شرق خان يونس. الصورة صعبة جدا، المشهد معقد جدا. جزء من النازحين وصلوا إلى وسط القطاع بالفعل، لكن لا وجود لأماكن فارغة يمكن لهم أن تؤوي، يمكن لها أن تؤويهم أو حتى تحتضنهم ولو لفترة مؤقتة. الصورة الإنسانية لهم هي صعبة جدا في ظل استمرار تكدس النازحين بشكل كبير، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل فقدان الكثير من المقومات الحياتية وتعطل المرافق الحيوية في وسط وجنوب القطاع. الجزء الأكبر من النازحين حاليا تكدس ما بين منطقتي دير البلح ومنطقة خان يونس. رفح لا زالت تشهد عمليات عسكرية موسعة، كل مناطق رفح من الشرق إلى الغرب لم تعد مناطق آمنة. منذ الصباح الجيش الإسرائيلي كثف من عملياته وقصفه، استهدف طواقم طبية، حاولت اليوم الدخول إلى منطقة حي تل السلطان غرب مدينة رفح لانتشال دفعة جديدة من الشهداء، استهدف مجموعة من المواطنين في الشمال الشرقي من مدينة رفح، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر ووصل إلى مجمع ناصر الطبي. الواقع الإنساني الذي ذهب إليه النازحون هو في أصعب أحواله وحالاته، لا يمكن الحديث عن واقع إنساني مستقر أو واقع إنساني طبيعي لهؤلاء السكان. الصورة الإنسانية تزداد تعقيدا وتزداد توترا وتزداد سوءا في ظل استمرار هذه العمليات وفي ظل استمرار وتيرة القصف المدفعي على المناطق الشرقية سواء لرفح أو حتى المناطق الشرقية لخان يونس. منطقة خان يونس شهدت قصفا خلال الليلة الماضية، ولكن حاليا تشهد حالة من الهدوء الحذر في المناطق الشرقية من المدينة بعد عمليات قصف واستهداف كثفت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها لهذه الأحياء السكنية، وأجبرت أحياء واسعة من المناطق السكنية شرق خان يونس على النزوح.